رد ناري مصري على كذب إثيوبيا في تحقيق انتصار في ملف سد النهضة، ورئيس الوزراء المصري يفجر مفاجأة حول القضايا العالقة مع تركيا وموعد عودة العلاقات معها، وتحركات مصرية بعد فيديو استغاثة بلوجر مشهورة، والرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للفلاح المصري، واجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، وضربة كبرى مصرية ضد مدرب كرة قدم بسبب هتك عرض لاعب في حلوان. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، جمعة مباركة على حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. ورد ناري مصري على كذب إثيوبيا في تحقيق انتصار في ملف سد النهضة. علق دبلوماسيين وخبراء مياه مصريين في تصريحات لصحيفة RT على المزاعم الإثيوبية الأخيرة بتحقيق انتصار في ملف سد النهضة. ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي إلى أن مصر دارسة جيدا لملفات النيل منذ القدم، لأنه قلب حياتها وهي هبة النيل حسب تعبير المؤرخ هيرودوت. واعتبر بيومي أن الموقف الإثيوبي هو موقف سياسي وليس موقفا فنيا، وهي تتخذ من القضية ستارا تخفي بها الكثير من مشاكلها الداخلية. وتابع أن الدراسة للنواحي الفنية للنيل الأزرق ولسد إثيوبيا عليه سيكتشف الحقائق الآتية: إثيوبيا لا تحتاج لمياه النهر، لأن 99.5% من أراضيها غارقة بمياه الأمطار، ولهذا ليس لديها نظام للري من الأصل، ترع ومساقي ومصارف. إذا كان الغرض من السد هو توليد الكهرباء، فذلك يتم فقط بتمرير المياه نحو الشمال باتجاه مصر. ثالثا، موقع السد في أقصى شمال إثيوبيا، والمياه إذا حجزت لا تتجه للجنوب بحكم طبيعة الأرض. رابعا، حجز المياه لا يفيد وسوف يغرق مناطق شائعة. أشار الدبلوماسي السابق إلى أن اعتراضات مصر والسودان تتلخص في الآتي: أولا، قرار تعلية السد دون مبرر سيخلق كتلة ضخمة من المياه ذات وزن قد لا تتحمله التربة في المنطقة، وهناك احتمال كبير أن ينهار فيغرق السودان ويضر بمصر. ثانيا، وفقا للتصميمات فإن المياه تمر فقط من خلال فتحات التوربينات، وفي حالة توقف التوربينات لأي سبب سيتوقف تدفق المياه، ولهذا طلبت مصر إيجاد فتحات إضافية لتمرير المياه في حالة توقف التوربينات لأي سبب، وهو ما رفضته إثيوبيا. ثالثا، عرضت مصر أن تقوم ببناء السد مقابل شراء ما يتم إنتاجه من كهرباء وربطه بشبكات إفريقيا والدول العربية التي ستصدر إلى أوروبا عن طريق مصر، ورفضت إثيوبيا العرض. بيومي شدد على أنه في نهاية الموضوع ليس قضية تصويت في الأمم المتحدة أو الوساطات الإفريقية أو غيرها، إننا بصدد قضية وصفها رئيس بورواندي بأنها مواجهة بين الحق في تنمية إثيوبيا مقابل الحق في حياة مصر، مضيفا أنه ومن الواضح أن مصر لا تملك أن تتخلى عن حقها في الحياة. من جانبه قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين إن إثيوبيا منكسرة حاليا منذ فشل تحقيقها للملء الثاني لسد النهضة وثبوت وجود تصدعات عديدة في الجسم الإسمنتي للسد، لم تتحمل التخزين هذا العام للحجم المعلن من إثيوبيا 13.5 مليار، وأجبرتها على اختزاله ل 2.5 مليار فقط حفظا لماء الوجه أمام العالم. الخبير أشار إلى ما تم نشره بأن إثيوبيا بنت سد أكبر من قدرتها كدولة فقيرة نامية على إدارة سد ضخم بسعة سدها، معتبرا أن إثيوبيا تحاول بالتالي تغطية هذا الفشل المزدوج في البحث عن حدث تتصوره في صالحها مثل عودة قضية السد إلى الاتحاد الإفريقي. أضاف أن إثيوبيا تعلم أن غرض مصر من عرض القضية على مجلس الأمن كان التحذير من بؤرة ساخنة يمكن أن تتحول إلى حرب للمياه،
ولم تتقدم مصر بمقترح لمجلس الأمن للفصل بينها وبين إثيوبيا في حقها المكتسب خلال آلاف السنين في مياه نهر النيل. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نيجي مع بعض للملف التركي، ورئيس الوزراء المصري يفجر مفاجأة حول القضايا العالقة مع تركيا وموعد عودة العلاقات معها. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين. وفي حوار مع شبكة بلومبرج أكد مدبولي أن مصر حريصة على إيجاد حل وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة. أشار إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وقال إنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم، كاشفا أنه كان هناك الكثير من الحركة في الأشهر القليلة الماضية ولكن هناك بعض القضايا العالقة. وأوضح أن إحدى القضايا الرئيسية لمصر هي تدخل تركيا في ليبيا. أضاف: نود أن يحدد الليبيون مستقبلهم، ولا ينبغي أن تتدخل دول أخرى في ليبيا أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها. وأكد رئيس الوزراء المصري أن مصر تعمل على مساعدة الليبيين على الوصول لهدفهم المتمثل في تحديد مستقبله. وكانت وزارتا الخارجية التركية والمصرية قد أعلنتا أن مصر وتركيا جددتا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية في شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا. اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على الرغبة في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتسيير تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحركات مصرية بعد فيديو استغاثة بلوجر مشهورة. أصدر المجلس القومي للمرأة في مصر بيانا أعلن فيها التحرك العاجل بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لبلوجر شهيرة تشكو فيه من إيذاء زوجها وتهديده لها ولأطفالها. أكدت مديرية مكتب شكاوي المرأة بالمجلس أمل عبد المنعم أن المكتب تلقى شكوى بعد انتشار الفيديو ومكالمات تطالبه بالتدخل ومحاولة مساعدتها، وبالفعل قام المكتب بالتواصل تليفونيا على رقمها الخاص للإطمئنان عليها بعد تدخل الأجهزة الأمنية ولتقديم المساعدة القانونية والنفسية لها، والمجلس مستمر بالتواصل معها. وكانت البلوجر ظهرت في فيديو مدته 9 دقائق تستغيث فيه باكية وتطلب المساعدة، وكشفت في الفيديو أنها حبيسة داخل المنزل في منطقة الزيتون مع ولدها، وأن زوجها الذي اعتاد تهديدها بإيذائها أخذ منها جهاز اللابتوب وهاتفها المحمول وقام بتغيير الباسورد فيهما حتى لا تستطيع استخدامهما، بينما تمكنت هي من استخدام تليفون آخر كانت قد أخفته منه لتظهر في الفيديو. المصدر معنا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للفلاح المصري. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الفلاح المصري في عيده، أكد أنه نال استقلاله وعزته وكرامته وحريته. وقال الرئيس السيسي في رسالته على تويتر: أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له. فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي مدينة لجهد وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور. ويحتفل فلاحو مصر أمس الخميس بالعيد 69 للفلاح المصري باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 52 بعد قيام ثورة 23 يوليو. كما يتواكب عيد الفلاح أيضا مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في 9 سبتمبر عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة: لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم. مصدر معانا كان من RT.
كل عام والفلاحين المصريين بألف خير بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، واجتماع ثلاثي لوزراء خارجيات مصر والأردن وفلسطين. استضافت مصر أمس الخميس اجتماعا ثلاثيا ضم كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي. يأتي ذلك بعد قمة ثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في بداية الشهر الحالي بقصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد الزعماء العمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية مع كيان الصهيوني والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام وفقا للمرجعيات المعتمدة. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، وضربة كبرى مصرية ضد مدرب كرة قدم بسبب أنه قام بهتك عرض لاعب في حلوان. قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات على مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسيين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ياسر عبد العاطي. كشف أمر الإحالة أن المتهم محمد عين وشهرته كابتن إلو 30 سنة الذي يعمل مدرب كرة قدم ويقيم في بلوك 9 المشروع الأمريكي في حلوان خطف المجني عليه الطفل عبد الله ميم في الشهر مارس 2020، وذلك بطريق التحايل بأن استدرج المجني عليه لمسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافأة مستغلا حداثة سنه بطريقة الإكراه من خلال تهديده بإفشاء مقاطع جنسية مصورة له، وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه بما دعاه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن على المتهم 10 سنوات وذلك بسبب ما فعله. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. بإذن الله أشوفكم في فيديو جديد. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.